بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في حديقة الحيوانات بتاعتنا. أوكي، حديقة الحيوانات بتاعتنا، حديقة الحيوانات فيها أنيمال. أوكي، وده كلاس يمثل أي أنيمال عندي. في كلاس اسمه كات، كات دوت بيكستند من الأنيمال، وكلاس اسمه دوج بي اكستند من الانيمال. ومعنى اكستند هي is a relation، يعني الدوج is an animal والكات is an animal. simply عشان اكتب الكلاس بالشكل دوت باجي بكتب كلاس animal، كلاس animal، عشان اعرف الاكستند. وباجي مثلا لو الانيمال عنده اتريبيوت زي مثلا string name ودي integer ال age مثلا، لو جيت قلت class الدوج عشان الدوج ياخد نفس الاتريبيوتس بتاعة الانيمال بكتب كلمة خطيرة جدا وهي كلمة extends. extends معناها ان هو بياخد نفس مواصفات الانيمال، والاكستنس الانيمال. دلوقتي لو سألتك الدوج عنده كام attribute هتقولي عنده 2 attributes، النيم والايدج. طب هل ممكن ازود attribute خاصة بالدوج؟ ممكن ازود مثلا string type، نوع، هل هو متوحش ولا ايه. نفس الفكرة، ممكن اعمل class cat، class cat دوت اخليه بي extend نفس الفكرة extends كلمة سحرية ال animal. اوكي، اللي انا عايز اشرحه في الجزئيه ديت هو موضوع الكونستراكتور. اولا قبل ما اشرح الكونستراكتور تعالوا اقول لكم على حاجه بيسموا دوت البيرنت كلاس ودوت التشايلد كلاس اللي هو الدوج والكات. ف زي ما انتم شايفين التشايلد كلاس بيكستند البيرنت كلاس. اول فكره عايزين نتكلم عليها، نتكلم على موضوع الكونستراكتور. في حاجة اسمها Default Constructor. Default Constructor هو Constructor الموجود لو انا منادتش على اي Constructor اللي هو ما بياخدش input، زي public animal دوت ال Default Constructor، ودوت موجود حتى لو انا مكتبتوش. يعني لو انا مكتبتوش كده هوت اعتبره موجود، دوت ال Default Constructor. اوكي، اللي هو ما بياخدش input. طب افرض انا عملت Constructor تاني public animal بياخد input مثلا string n، لو انا عملت اي constructor هو بيسحب الديفولت constructor اللي هو ما بياخدش input، وانا لو عايزه لازم اكتبه بايديا. يعني لازم اكتب كده public animal، اكتب constructor تاني ما بياخدش ايه، ما بياخدش input. فدوت الديفولت constructor، والديفولت دوت مش لازم اكتبه لو انا مش كاتب اي constructor، لكن لو انا شاطر وكتبت اي constructor تاني ومحتاج الديفولت لازم اكتبه ايه، اكتبه بايديا. دي اول تركه، ديفولت كونستراكتور هو موجود باي ديفولت لو انا معرفتش اي كونستراكتور، لكن لو عرفت اي كونستراكتور هو بيسحب الديفولت كونستراكتور. طب ايه اهميه الديفولت كونستراكتور؟ بيقول لك ان اي تشايلد كلاس لما اجي اكتب الكونستراكتور بتاعه، يعني مثلا في كلاس دوج حبيت اكتب الكونستراكتور بتاعه فبكتب public. تعرفين كونستراكتور هو public اسم الكلاس، بكتب public دوج. اوكي، افرض عملت كونستراكتور بياخد ما بياخدش انبوت مثلا، بيقولك ان هو باي ديفولت هنا هوت من غير ما انا اكتب بيروح ينده الديفولت كونستراكتور اللي هو دوت، بيروح ينده الديفولت كونستراكتور اللي هو ايه، اللي هو ما بياخدش انبوت بتاع البيرنت. يبقى تشايلد كلاس اول حاجه بينفذها
ان هو بينده الديفولت بتاع الايه بتاع البيراميد. طب انا لو عاوز انده دوت الكونستراكتور التاني اللي هو بياخد string n، يبقى عنده ان انا اقول ايه سوبر وبصيله اي string مثلا string cat مثلا. يبقى اول تريكة لازم تعرفها ان ال child constructor بينده ال parent constructor. لو انت مش كاتب سوبر، مش بتنده حاجة معينة، هو اوتوماتيك بينده مين؟ هو اوتوماتيك بينده ال default. طب لو انت عاوز ما تندهش ال default وتنده حاجة معينة، بتكتب ايه؟ بتكتب سوبر مثلا وكات، بتبصيله string، فهو هيروح ينده constructor اللي بياخد ايه؟ اللي بياخد string. اوكي، عشان كده بنقول للشباب افرض انا الكود بتاعي كان مكتوب عامل كده اهو. تعالى كده نجيب الاستيكه. افرض انا الكود بتاعي ما كانش فيه الديفولت كونستراكتور، حلو بالشكل دوت، في كونستراكتور اللي هو بياخد سترينج بس. لو انا سبت الكود بالشكل دوت وجيت في المين مثلا عرفت dog دي equal new dog، دوج دي ايكوال نيو دوج، عرفت اوبجكت في المين مثلا، ده هيروح ينده مين؟ هيروح ينده الكونستراكتور دوت، هيطلع لي ايرور. ليه هيطلع لي ايرور؟ لان دوت هيروح ينده الديفولت كونستراكتور، لان انا ما ندهتش كونستراكتور، فهو اوتوماتيك هيروح ينده الديفولت. هيروح يدور على الديفولت مش هيلاقيه. ليه مش هيلاقيه؟ لان اوريدي زي ما قلت لكم في الاول الديفولت هو موجود طول ما انا معرفتش اي كونستراكتور. فدي تريكه مهمه جدا، يا اما انا اعرف الديفولت، يا اما انده عليه على another constructor او انده عليه explicitly انا بكتب كلمة super. طيب تعالوا نشوف مسائل على الجزئية ديت. تعالوا نشوف مثلا المسألة ديت من امتحان 2009 exercise 2. عرف interface اسمه silly. silly دوت فيه two methods narf و PoIT silly. لما يكون في انترفيس فيه تو ميثودز، التو ميثودز دول باي ديفولت بيبقوا ابستراكت ميثود، والابستراكت ميثود هي ميثودز نوت امبلمنتد ان ذا كلاس، بس اجباري اي حد بيمبلمنت انترفيس يعمل الميثود ديت. بمعنى اي كلاس هتلاقيه بيمبلمنت سيلي لازم يمبلمنت الميثودز ديت، يكتب الكود بتاعها، والا هو نفسه هيكون ابستراكت كلاس. فكلاس بيرد ده مش ابستراكت، يبقى بالتالي هو عمل الميثودز اللي اسمها نارف وبويت. اوكي، وده كلاس بيرد وليه constructor. اما اقول this of 0 يعني بينده constructor تاني بياخد integer، بينده constructor دوت. لما اقول this وافتح قوس يبقى بنده constructor في نفس الكلاس. لما اقول super وافتح قوس بنده constructor في البيرنت كلاس. ده another constructor بياخد integer. دي الميثود اسمها narf مش اسمها point. في كلاس اسمه silly bird بيextend البيرد وده constructor بتاعه، وده another constructor بينده constructor اللي بياخد integer عن طريق سوبر. وفي كونستراكتور اسمه لوني اكستند سيلي بيرد، وده السوليوشن. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نمشي مع الكود دوت ونشوف بينفذ ايه. فدايما تروح للمين ميثود او الميثود اللي قالك شغالها. فادي المين ميثود اول حاجه بيطبع زيرو، يبقى اول حاجه في الكود هيطبعها هيطبع ايه؟ زيرو. بعدين هيعرف، ركز معايا، اوبجكت من نوع نيو سيلي بيرد. اوكي، نيو سيلي بيرد. هتقول لي هو ازاي سيلي ايكوال نيو سيلي بيرد؟ متعودين دايما سيلي بيرد ايكوال نيو سيلي بيرد. دي حاجه ناخدها كمان شويه اسمها بوليمورفيزم. ينفع اقول البيرنت ايكوال نيو تشايلد، يعني اقول ينفع اقول انيمال ايكوال نيو دوج اند سو اون. طيب تعالوا نمشي كده مع السطر ده كده واحده واحده. معلش كده، انا هنا بقول نيو سيلي بيرد اوف واحد، بنده الكونستراكتور بتاع سيلي بيرد اللي بياخد انتجر واحد يعني. فلو احنا السيلي بيرد هلاقي فيه اتنين كونستراكتور، هينده دوت ولا دوت على حسب الانبوت، هو داخله انتجر فهينده دوت. طب دوت بيعمل ايه؟ بيقول سوبر اوف اي. سوبر اوف يعني هينده كونستراكتور بتاع البيرنت اللي هو البيرد، بس انهي كونستراكتور اللي بياخد الانتجر هيبصيله الاي، يبقى هيروح لدوت اللي بياخد الكونستراكتور دوت وهيطبع زنزبار. اوكي، هيطبع الكلمه ديت اول كلمه. اوكي، طيب بعد كده السطر اللي بعده عمل new constructor of loony، عرف object من نوع loony واني constructor لو ما بياخدش input. تعال كده نشوف loony. اول حاجه loony
دوت الكود بتاعها. واحد يقول لي يبقى هيطبع على طول stupendous على طول، لا هقول لك خلي بالك ده constructor في child. فاول حاجه لازم كنت اقول سوبر عشان ده constructor بتاع البيرنت، وانا لو ما قلتش هو هينده الديفولت constructor بتاع البيرنت، يعني هينده الديفولت بتاع السيلي بيرد. فلو احنا كده السيلي بيرد دوت الديفولت بتاعها، طب السيلي بيرد الديفولت بتاعها بينده ايه؟ بينده هنا الديفولت بتاع البيرد، لان ما دام ما قلتش سوبر اي حاجه هينده الديفولت بتاع البيرد، يبقى يطلع الاول عنده الديفولت بتاع البيرد اللي هو بيعمل ايه؟ بيقول this of 0 هينده دوت ويبقى سي 0، فهيطبع زينز بار، بعد كده يطبع زي زير كون، وبعد كده يطبع ديوشز، وبعد كده هينزل يطبع تحت الميثود، هيطبع اخر حاجه اللي هي ستيوبندوس في الاخر. فتاني ايه اللي حصل لما قلت له نيو لوني؟ لما بند على دوت مش بنفذ البرنت على طول، لا بنده ما دام ما قلتش سوبر، ما فيش سوبر مكتوب اكسبليسيتلي، بند على الديفولت بتاع البيرنت. مين هو البيرنت؟ السيلي بيرد، الديفولت بتاعه اللي هو دوت. طب سيلي بيرد دوت بيكسند من مين؟ من بيرد، يبقى بنده الديفولت بتاع مين؟ البيرد الاول، فعنده الديفولت بتاع البيرد اللي هو دوت، اللي هو بينده الكونستراكتور بياخد انبوت انه بيقول لي this of 0، فينفذ دي اول حاجه زينز بار، بعد كده يعمل زير كون، بعد كده يعمل يطبع dishes، بعد كده يطبع stupendous. اوكي اتمنى كده نكون خدنا فكره عن الكونستراكتور مع الزو فاميلي. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الفاميلي، وهنتكلم على الاوفر رايد والاوفر لود.